كنا في الصيف على مجرد المجموعات، المجموعه الاولى فيها 36 والمجموعه الثانيه الحكم الثاني فيه 140. المجموعه الاولى 36 كان الاول اللي هذا ما يخرجش، هو تونسي وعبد الوهاب السيوي ومبروك عبود، مبروك عبود صالح عبود، صالح عبود هذا كان سنتيروار في الكاراتي. هذا قالوا ما يخرجوش بالراس وني شافي يمسك متجا يا الورد. المهم قال التحقيق زوج هذاك حكم علينا واحد واخر، حتى الجماعة اللي داروا المادة 40 استفادوا من المادة 40 قانون الرحمة في هذا الوقت والله ما خرجوا. قلبوا لنا لونفاز زدنا قعدنا ايامات زادوا عندنا شاعة ثاني، شاعة ثاني شهر هدرت مع الجوج اللي كانت عندي في الفرصة باش نهدر مع 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 الجوج. فكرته بالآية الآية قلت له اسمع وكان نعطيك زوج كلمات، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وشي اللي راهو صرا كل راهو باطل. قلت له قبل تحكم على الناس السجن 10 سنين و20 سنه و 36 سنه قلت له ارواح وبات وليده واحد ليده واحده في الزنزانه تاع لومبلاس وتشوفوا شوفوا هذاك الاضطهاد وهذاك الظلم. المهم قال لنا الحكم قد فصل في ما بقاش نزيد نفصل فيه. قال الحكم كما راه حكموا لومبلاس في رمضان عند لومبلاس ترى ما تاكيد مع جماعة عمات ما تفتوهم ربي الحمد رحمه إذا كان تفتوهم ما شتوش عيسا قلتهم وإنما يقولوا قلتنا الشيخ البلياني ربي رحمه وجماعة عبد الرحيم يعني تلقيت جماعة وقتها في الصفات يعني دي مسيفاري كل واحد في بلاصة. تلقيت خطرة مع عبد الرحيم في شريطة فاروار عبد الرحيم تلقيت له أنت وياه هكذا وجه لوجه شفته في عاد مدخلينه أنا خارج من الريم ومدخلينه خليك شاطر معاهم يعني ربي باش تشوف العمار باش تشوف واحد. وتلقيت مع واحد فوق سلطينة أو معروف بالبيم أنا ثاني نفذوا فيه حكم يحتل نفذوا فيها؟ نفذوا فيهم هذا وش وش اسمه هذا تاع سلطينة؟ هو معروف الاسم تاعو راح لي ذاك المدة هذيك كل الاسم تاعو باش نجيبو لازم نعاود نبحث عليه ونلقيه لازم لك ميموار صح؟ راحت راحت الذاكرة عندك أنا راني كيما ما حسبتش والله هذاك راني مليح. المهم عاودوا عقبنا الشرع الثاني كما قلت لك وحكم علينا بنفس الحكم. المهم شوف الحياة اللي كنا عايشينها في لومباز يعني فيها غير ربي. كيفاش كنتوا كيفاش كنتوا عايشين ثم في السجن نتاع لومباز؟ شوف عايشين الفياصة لا دواء لا ماكلة مسكرة. شوف أنا في لاكاف تحضر شوف هذه لاكاف هذه ماهيش لاكاف كيما تشوف فيها بيطا وكذا لاكاف تاع الرومان هذه السوسو تاع الرومان من عهد الرومان. الحبس هذا بكري ماشي في وقت الاطلال تاع الرومان زادوا هما ديروا لومباز هذا فرنسا هذا كان حبس من بكري من قديم. حنا كنا في السيونات تاع الرومان مع واحد منهم من كبار واسمه عبد الرحمن انا نشوف هذا مليح خاطر واش كان يصلي بنا الصوت تاعو يعني ما شاء الله نشوف هذا كانوا كاره من كبار حكم عليهم بالاعدام وجماعه عبد الرحيم كانوا الفوق شفع عليه شفع على الاسماء نتاعهم انا شفع على عبد الرحمن هذا خاطر واش خرجوا معنا بالسجن انا نسمو تاع واحد الاخرين راحوا لي المهم كاين شوف هما كاين مجموعه الاولى وكان فيها خمسه ولا ذلك نفذوا فيهم حكم الاعدام هذا تاع قمارة وبعد بقاو ثلاثه بقاو ثلاثه كشوا في الانتظار باش بعد يزيدوا ينفذوا فيهم. المهم حنا نصليو المغرب في الصلاه تحت السطح وكاين واحد الكارديان هذا يطلع كي دمك فيه انا نقهيبك. شوف السيلونه نقول لك اخويا نوردين فكر ساعه ساعه نفكر شويه السيلونه اللي كنت فيها دي سي في طواليت حاشاك فوق تطلع لها في درجه ولا ربعه في وسط السيلونه. انا راكدين في الطواليت راكدين في ميسي ماشي راكدين في كال شامبرا وقيعه راكدين في ميسي ونشوفوا غير نقطه برك عندنا طنبور كاين السيلونات فيهم كريه فيهم باروات باروات وكاين السيلونات تاع لي كونتانيمون فيهم طنبور يحل عليك كيما النقطه تاع ستيلو يشوف هو برك بلادي اسم الباب هذاك بلادي. والو المهم نطلع انا نلقى الكارديان هذاك قاعد يبكي قاعد يسمع في القران. قلت الحمد لله والناس المغاربين بخير ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج علينا هناك. المهم عرفنا حتى هو راه الورقه اللي كنت نعرف فيها المهم اني شاف عليها تسعه شوف هما في 27 رمضان هذه 94 سنه 94 معايا نعم. المهم كي درت لهم خطره ولا جماعه عبد الرحيم ولا بعد ما نفذوا فيه الاعدام نفذوا فيه جماعه الاعدام خلاهم حتى
بس مدني سيبوا منفوس عادة حكموا عليه ولا نقصوا له المواد نتاعو كتبوها له مؤبد ما هو اللي بعد يحكم عن عبد الرحيم يعني كيف كان يتعامل معاه وكيف كان يذكره بالقران بالصبر وكذا المهم شوف 27 رمضان راني شايف عليها داروا له واحد الحصار بلي كارديان يعني ما جامي شتو شوف القريه هذيك هز 400 سيلوله 400 ولي كارديان حوالي واحد 300 يدور هذه اللي في 27 رمضان شوف الحسوا ريحه والله ولا اسمه الفرار تاع السجن راهو كان مدبر من عند لي كارديان تاع السجن خاطر واش نقول لك انا لي كارديان وكيف عرفتهم وكيف مشيت معاهم بعد لقيت معاهم في المهم 27 رمضان كان يعني زعما الموعد تاع الخروج تاعنا تاع الفرار كانت مجموعه معينه رايحه لها واحد سامحني يا ما فيش مشكله اصبر ما فيش مشكلة المهم لا تحب ان ناخذ راحة شوية هكذا و اوكي اخ تونسي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله المهم السجن في 27 كنا زعما رايحين باش نخرجوا هم المجموعة خيروا 28 حوالي 28 ولا واحد من السجناء ما ديكو رايحين يبداو بلي كوندان يا مور يخرجوهم هي كانت شوف هي كانت مخططة باش يخرجوا جماعة عبد الرحيم وجماعة عمار فإذا بها الأحكام يعني تاع الإعدام زربت زربتهم كانوا مخطين على جل باش يهربوهم كانوا مخطين يعني يقولوا احنا التخطيط يقولوا بكل صراحة هذا الناس يعني كانوا فك العامي فك الأسير واجب على كل مسلم نعم شفتوا راهو مظلوم ماناش يعني كذا نترناها والله هم اضطهدونا هم قتلونا ومعاهم الحق والناس يعاونوه هذا باش نقولها للناس الناس اللي معنا بالهم هو ظالم ونحى الانتخابات وقتل الناس بدا الناس الصحراء ودار ما دار ونزيدو نعطيه الحق وحنا ما نقدرش نهضرو جينيرال نزرع دار مذكرات وكان سيمو كيجي دوني لوردر دو تويي وما على بالكمش مازلتو مغفلين وكان هنا يقتل انا قلت له اعطيه وقتو كيما تقولوا تقلبوا حفين الذم حنا فينا حنا وتقولوا سبع تجبل ولا تواعد فيس وما يديروا انا نحكي لكم هاي القصه كيفاش صرات هذه 94 وحنا نتمردوا وحنا في حاله يرثى لها لا انسانيه لا حقوق انسان لا شوف قال التحقيق جيبوا هنا للامباس جيبوا هنا للامباس لا يديروا لنا المحكمه ولا خلينا المهم 27 قلت لك داروا حصار كبير 28 ما كان والو يوم 29 يشهد الله سبحانه وتعالى كان فتح انا نقولوا كان فتح المهم جاو لي بعض الحراس هذا من بينهم هذا الحارس هذا بالذات اللي يقول كان يبكي في 60 سنه يشلت تحت الارض عند وقت شفته كان يبكي هذا بالذات جا ليا قال لي الاخ تونسي قال لي وجد راه هذه حوالي قبل المغرب قبل صلاه المغرب 29 رمضان هزوا شوف الخوا نظموها وسقموا ارواحهم لي كارديان ما عرفوش حنا بلي راهم اخوه والله ماشي اخوه ما عندناش حنا ما عندنا حتى واحد يعني يتعامل معنا هكذا شنو هي كانت مجموعه مغطاه من مسجونين منهم سعيد قاري سعيد قاري هذا منهم جماعه تاع من بريكا جماعه لاميروتي شكون حوالي كيلاهم بعضهم حوالي 22 واحد هذو اللي قالوا حنا نخرجوا الاولين اذا قدرنا نفتحوا السجن الله يبارك واذا ما قدرناش نفتحوا السجن نموتوا حنا وما يموتوش جميع المساجين فهمت هذه كانت الخطه تاعهم ودخلوا هذيك كارديان شوف داروا كما نقولوا علمين شكدا خدموا حتى داروا لا ريلاف مع بعضهم يعني الدوره تاع الحراسه تاع القريه كانت مع بعضهم هما ما يقدروش يطيحوا مع بعضهم بصح ما عرفت انا نظموها والله ما عباليش طاحوا في نهار فريد مع بعضهم في تسعه هما في تسعه في كارديان في تسعه اللي نعرفهم انا نعرف ربعه هذني تلاقيت معاهم بعد هذا القسنطيني هذا اللي كان يبكي اسمه ابو عزير اسمه قسنطينه وزوج مباركة واحد اسمه خالد واحد اسمه عبد الله عبد الله هذا خليته هنا في 99 نزل حي كارديان هذا من الباقي هذا عوزير هذا تقتل في الخارجة تاع السجن تقتل في تبد وحش تقتل وبقى في الرابع هذا اسمه أسد الله هذا أسد الله هو الأمير هو الأمير تاع المجموعة تاع لي كارديان المهم شوف كيبداو يحلوا علينا في سنة زين بدو بلي كوندانيا مور
وبدأوا بالمجموعة اللي يحكمون الحاكمين بالمؤبد، يعني المجموعة الخاصة لي. ولو حاصروا دي جارديني كانوا يطلعوا في القرية هبطوا من تحت السيلولة تاع الكونتينر تكوا مع بعضهم وجبدوا المفتاح من الكوفر الفتح. طبعا شوف كل سيلولة تحل بالمفتاح وما تلقاش يعني قلت لها مية سيلولة تكون تحل زعما. المهم كانوا يحلوا في الفتح الخاوي ويحلوا في الجماعة. أنا المفتاح تاع السيلولة تاعي ما تحلش ما عرفتش عيال بداو ما تنفعلوش ما عرفتش تحل هاي قاعد ولا غيره في حلو ولا في حلو حشو ما كانش واحد حل مفتاح حل آخر واحد يحل عليه السنون أنا هو أنا ويتحل عليه السنون الآخر والجماعة كنت راحوا وسحبوا خرجوا طب نقول كذا خرجوا. المهم جاءوا الجماعة اللي كانوا معي يعني من صيف نعرفهم هذا من صيف قلت لهم شوف تخليوني يجوا يقتل أدوني حلو بيب بروسكم فيها تحلو كسروا السرة تاع يعني دروكما كانوا فوقنا دروكما كسروا السر تاعهم وجابوا الحديد وبداو يخبطوا السينما ضرب ضرب. شوف واحد محل محل السينما حتى جاء سلطان الامير تاع لي غارديان جاب معاه الباسبور تاعو دور المفتاح الاولى الثانية طرف الباب تحل باش يخرج لاكور هذاك الحبس راه فرق قالت غير نور جماعه تاعي تاع يكون في سي مع بعض انا يعني يشيوني هذاك ما حبش ولي غارديان دور هذا لي غارديان في باش حلوا نلقاو الخوان المجاهدين دخلوا تاع الجبل دخلوا بالسلاح تاعهم هما الخوان اللي غارديان حلوا عليهم بيبان هما تحلش من داخل برا اللي قال صوتهم من الجيوط وكذا تحل حلوه حلوه لي غارديان من الداخل حلوا كاين تنسيق. المهم شوف هو بعد هكا طلعنا الجبل وحكاونا تلاقينا مع الجماعه كان الامير هذا مصطفى راوي والله المهم من بتر والامير معروف هذا كي لقيت انا هضرت مع السجن ذاك قال لي المجاهدين اللي كانوا برا اللي كانوا في الجبل معاه قال لي عهد ربي اللي ما يخرجوش من السجن حتى يطلقوا اخر واحد باش يموت وكل يخليوا حتى سجين وهذاك هو كان الحال. شوف هذا كي خرج من باب السجن تزلت هما يضربوا فينا بالبلادي برصاص. شحال خرجتوا انتم من السجن شحال؟ خرجنا حوالي 1300 واش هذو كامل خرجوا من السجن 1600 واش خرجوا من السجن وفيهم اللي توقفوا معاه. والتوجه نتاع المساجين هذو كان كامل الجبل وين يروحوا؟ سكر طيب وين يروحوا؟ يروحوا طول كان عندي شوف تسوت عنده طريق 18 سنة البزر. اسمح لي انتم كي طلعتوا للجبل الان يعني من خلال الكلام نتاعك هو استنتجت من انه كانت هناك جماعه مسلحه تنسق مع هذا الحراس في السجن وبالتالي هم اللي داروا الحمايه وهما اللي طلعوكم للجبل. نعم هو ثم كي طلعتوا يعني ترى كنتوا مسلحين ولا طلعتوا هكذاك مجرد سجناء وتم الاطلاق تاع الصراح تاعكم وخرجتوا؟ احنا كي خرجتوا كيفاش جابوا لكم لبسه ليكم ولا خرجتوا باللبسه نتاع السجن؟ يعني خرج باللاتيني بينال وسمع الجرد الجرد هذي حرشه تشوه ما عندناش لبسه خرجنا به. شوف احنا معاقبين دي دروكم يعطيهم اللبسه يعطيهم الفيستات يعطيهم الزور احنا ما عطيونا والو ولبس لاتيني هذيك يعني عذاب وحده هذا ما عندوش عذاب ما تقدرش تمدو ان شاء الله ما يلحق ليه حتى واحد. كي طلعتوا للجبل اذا طلعت انت باللاتيني هذي بالبينال وكل معنا بالبينال ما كانش كل كان لابس والله. معنا شوف انا في الحلقه الاخر مجموعه ما عندنا والو ما عندنا لا دليل لا حتى واحد الرصاص يضرب خرجنا نلقاو الرصاص يضرب فينا ايا تجو جهه الجبل مول فين نشوف واحد الشجره هكذا في ندورو في لاكور نشوفوه تجينا جهه روح اهبل رجلي برك رجلي وخلاص ما نقدرش نجري ورضا على باش احنا سمعنا اسمح لي اخ تونسي سمعنا في ذلك الوقت احنا من انه كانت الطريق مسكره صح ولا لا؟ قالوا انه لما تم داروا الهجوم هذا على لومباز ويعني تم الفتح هذا نتاع السجن نتاع لومباز واخراج هذ المساجين اللي كانوا ثم كانت الطريق مسكره على حسب واش سمعنا في ذلك الوقت حوالي 3 ولا 4 كيلومتر كانت الطريق مسكره يعني كانت الطريق يعني مضمونه لهذ الناس هذو. شوف هي كاينه طريق هي تروح الخنشله والله بعد بيش حفروها حفرتها مجموعه بالبيت بوزير انا ما شفتهاش سكروها انا ما شفتهاش بصح قالوا لي قالوا لي بلوكيوها ما يقدروش الناس الجيش والله الدرك ولا كي يحبوا مال الكلام صحيح سكروها صح حفروها بالبيت بوزير
قلت هذه ما بسمش متاجر ما ما نبغيش. أنا خرجنا في الليل اتجهنا قبل خرين راحوا في السيارات خرين كل واحد مشى كذا راح كل واحد راح ممكن مجموعة من حقت للجزائر ممكن الغد وصباح لحقوا الجزائر وإحنا بنزلنا في الجبل. كان اللي طلع من ثم الجزائر ما راحوش للجبل. ما هو لحقوا خرجوا طول ذلك خرجوا الدولين وخرجوا شوية قابزين. علاش كان خرجوا مهم لحقوا طول زربوا لحقوا للجزائر. أقول لك قالوا لهم بعد هناك يسمعنا الخوا يحكي له هذاك الجبل بس. هذا كان كان خوا اللي لحقوا حدهم. هي تخلبت تخلبت ما بقاش لك تشوف فلان ولا فلان ولا طاق على مطاق ولا صغربك. أيوة أنتم كي طلعتوا أنتم من الجبل كنتوا هكذا بدون سلاح بدون لباس بدون غطاء كيفاش كنتوا عايشين الليامات الاولى هذيك نتاع كيفاش عشتوا الليله الاولى كيفاش عشتها نتايا الليله الاولى عشتها في الجبل؟ شوف الليله الاولى عشناها يعني برصاص رصاص يتيري بارتو ماشي الخوان يتيري هو السلطه نعم السلطه هي اللي تيري بالدرك يتيري والعسكر يتيري ومجيت جبال جيت شوف غير جمر رحمه وحنا نجريو برك الحق ذاك ما اخترنا ما والو الفطور ما اخترناش ما كنا ما والو نجريو كاين بعض الخواطر مساكين يتلاحوا للطرف ويسلموا عليه ويشموا شموا واحد الحريه قال لك هكذا سيدي كيموت موت حر ياشا المهم ما يجيوش يقتلوني في السيلونا هما شوف احنا حسينا حسينا قبل قبل الخروج تاعنا حسينا باللي كاين راه شوف نقول الهيطره بوذيه ممكن تي كارديان هذا ما طبعا ممكن هي كانت حاجه باللي رايحين يصفيونا صفيونا داخل السجن ويديروا اي مبرر. كنت يعني تعتقد من انه ربما يصير لكم كما القضيه نتاع سركاجي. صحيت حنا كنا شوف كل يوم ندعو ربي سبحانه كل يوم كل يوم شوف في الليل واحد تاع كي يسمعوا لي كارديان جيو اللي يخبطوا هذاك نهزوا البواد نتاع الماء ونكبوا على روحنا نقولوا هاي جات الطمي يدرحني يعدموك والله حتى داخل في السيلونا ويقدروا يعدموك. ما عندكوش دير ما دير والو على بالك كيما يقول لك دير لافير باش يديروا لافير دور وراه وحنا تخدمنا يومي في السنة طلعنا للجبل كانوا معنا جماعة من الجزائر ما عرفناهم مازالوا حيين وما ماتوا وربي يكرم بالخير عيطوا لي كان اسمه أسامة داخل عيطوا لي أسامة الصيفي تعرف الطريق وأنا نقول لهم هيا بك أنا نعرف الطريق وأنا جامي والله مشيت للجبل جامي مشيت جامي نعرف وأنا نصبر فيهم نقول لهم هيا بك كنا نحكوا بك المهم جينا هذيك جينا هذيك بشق النفس ما تشوفون ما عندنا والو حنا نسمعوا الرصاص برك وحنا نهزوا الحجر. واش من جبل كنتوا فيه في الليله هذه؟ جبل تاع تازوت. ثم جيت باثنا. في باثنا بالذات يعني مشيناش بعيد بزاف بزاف ما نقدروش مش تمشي المهم ساعة ساعة ونتلاقاو مع مجموعة أخرى تاعت حفية. واحد جماعة رايحة هكذا جماعة رايحة ما تعرف منين. والجماعة قال لك يا أسامة أنت تعرف تعرف سطيف هذاك مشيو معاك كملنا حتى لقينا واحد الدليل الدليل هما المجاهدين من الجماعة تاع الجبل هز السلاح وسمو شيخ صالح هو قلت له بعد هذا الدليل هذاك تاع الحكمة فيه حنا فينا جبتو مقيدين 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 واحد مجموعة كبيرة يا مية ولا مية واش في الليل شوف نحكمو في بعضنا نمشيو سلسة واحد قلت لك صاحبك راح سلسة ما تجيش تلقى الطريق وهذاك المجاهد هذاك ما يدمش وراه والله الحق خاص هو مقدور إذا حتى شوف حقنا المنطقة هذه واسمها مستوى مستوى نعرفها شوية و المستوى هذه جابوا لنا الحياف وجابوا لنا عينا شوية واحد خمس أيام حقنا المستوى هذه شوف يعني ما أعرف بزاف بزاف الماء جابوا لنا البدن شربوا بوشون بوشون تاع الفيدون هذا ما عندنا شرب بوشون خلاص هو هذا عايش بهم والتمر أعطينا التمر مدون شوف اللي يوم الاولين والو كان والو بلاك حقنا المستوى داروا الناس عندنا مشيو حياك وضربوا بالزرو كاملين جينا راتيساج منظم يعني كيما البلاصه هذيك شوفها في ستاتيت وقيله في هذاك الوقت ما عرف شوفها في ستاتيت شافونا كل ما شوف جاونا من فوق هذه المستوى هذه جايه فتحه ودايرين فيها زوج جبال جاونا من الجبل من والجبل من وبداو برصاص داو يضربوا كاين اللي ماتوا ولا ما كانش؟ ماتوا كاين اللي ماتوا؟ ماتوا حوالي 26 ولا 29 المهم مات فيها القتلى قتلى فيها بزاف من الجريح المهم واش باش تقاوم انت؟ ما كان والو ما نقدرش نمشيو وما نقدرش نروح حتى بالليل ومحاصرين يسخر لنا ربي بغى الحشاكه
بغل تاع واحد من المجاهدين هو اللي مشى حكمنا احنا في الذيل تاعو وانطلقنا معاه هو يجري وحنا نجري من وراه خرجنا من الحصار قلت عليه بعد الحيا خرجنا من الحصار شوف هذيك المنطقه هذيك حرقوها شعلوها المطار هذاك تاع فيتنام اللي يديروه فيتنام الامريكان شعلوه بالنفال يضربونا بالنفال والله غير بالنفال يا زجور غير حركوه يا عباد ما تعرف حتى واحد وشوف اللي حكموه يا ذوك الايام هذا الشيء على بالي به بعد حكموا 10 منهم اخوه منهم دروكم هذه اسمها بلا كيما نقولوها تواتر تاع الاقوال تاع الاخوه انا ما شفتهاش ما حضرت فيها قال لك اللي حكموا السجن تاع التزوج في الحي تاع التزوج في التلفزيون ما خليوش طراس ما خليوش كان طراس الاول المهم خرجوا قال لك انت ممكن ضربونا بالقنابل الفوسفوريه القنابل الفوسفوريه دي القنبله بالضربه منيح فيها واحد في طراس يعني تحرق الفوسفور يحرق تطرطق تحرق شوف ضربنا 33 يوم والله 36 يوم وحنا نجري والله حتى نشوف لحقنا الاريس لحقنا الاريس وانا مريض انا لحقت انا والله سبلت انا خلاص الجماعه راح ولقيت انا غير نتبع برك من بعيد نشوف هنا لحقنا الاريس بداو يكلموا ثم المساجين ديك لقاو ترى شي مناطق اخرى راحت راحوا في اخرين راحوا جيت خلينا نشوف في اخرين راحوا مو قلت في الطريق فرزعت الدنيا ماشي بقاتش الكوت الدنيا هذه والله لحقنا الاريس الاريس لقينا مجموعه كبيره يعني لحقنا لقينا جابونا الدقيق جابونا كذا الماكله تاعنا شوف كسرى والمرقه المرقه ما طبسي تاع حديد ما عندك ربع حبات لوبيا شكون اللي يدير لكم الماكله؟ رد تاعنا تاع الجبل ما كان وكان والو تاع الجبل برك رجال تاع الجبل يطيبونا المرقه اللي كيديروها الفلفل الاحمر باش تولي حمراء ويديروها شملح ويعطيونا كسره على طرف طرف وربع حبات لوبيا يعني شفنا يعني ما حبش تعمل الذاكره تاعي خاطر مش عايشها يعني نشربوا المرقه اللي كنت نديروا ربع حبات لوبيا هذاك مطلوب قعدنا ثم بعد داروا اجتماع خوادم الجبل داروا اجتماع وكان سعيد قاري هو الامير سعيد قاري هذا هو الامير الوطني كان في افغانستان وعنده 7 سنين مع حكم تيار وكان معنا في السجن خيروه خيروه الناس اللي عرفوا سوريا خيروه هو يكون الامير الوطني وبعد واش قال؟ قال الجماعه قال لازم تروحوا كل واحد المنطقه تاعو هذا كان من بين المنظمين الفرن تاع تزلت ولا كان هو فقط من المستفيدين من الناس اللي خرجوا من السجن؟ هذا كان ينسق مع لي كارتيني ثم. اه. هذا كان كما نقول الامير تاع السجناء اللي كانوا رايحين المجموعه الدوليه اللي كانت راح تخرج. ولا الامير تاعهم ونسق مع لي كارتيان. هذا سر واحد ما يعرفه. تعرفوا هذا الانسان هو يصلي والله اخو الله ما سمعت ما تعرفوش كيف فيه. احنا مكونين ما يخوك تحت بغي يتعذب يهدر انا قلت له وينك تتبو فيه سما كي تعود في العذاب غير اللي ربي ثابته ما نقولوش احنا مساك الناس اللي حكموه في العذاب ولا هدر ولا هقر ولا قال اي ولدي يكذب اي ولدي يجبد برك يدير قصه ويدير يهدر برك لا تختيو برك المهم اخويا لحقنا الاريس هذه البرد فيها يكتب برد قعدنا هكذاك جابوا لك ساعه قش بس اخبر الله مازال ما درناش القش تاعنا مازلنا في ميتوني فينال هكذا قال لك لازم تقسموا مجموعات اللي رايحين جهه الجزائر اللي رايحين مجموعات اللي يقعدوا ثم احنا ما عندناش سلاح مازال ما عندنا حتى سلاح هيا مشينا ولينا المجموعه قال لك شكون تاع الصيف هذاك لازم تروحوا للبلد تاع الصيف واللي رايحين الجزائر يزيدوا يكملوا من ثم ولينا شوف حتى التزول المسيره المسيره تاعنا ولينا حتى التزول كل واحد فيها مسكين كي طلقنا الصباح ربي قلنا طلع الفجر طلقنا لقى السجن تاع التسول دخلوا كان الجماعه مديروا لنا مكيده او قلبونا راح يقتلونا وهي هي الطريق هذاك هي الاتجاه لازم تروح تلحق حتى التسول والدور باش تروح للشتعلة قبل اللي باتوا واسمو الشتعلة من الشتعلة يديوك داونا المروانة المهم لحقنا الشتعلة عطاونا الباطوات عطاونا ودينا مشينا مشينا هذه مدة حوالي 3 أشهر نهايمين لحقنا المروانة دخلنا تحت كيفاش كنتوا تدوشوا كيفاش كنتوا كيفاش الدوش والو وين حنا نشربوا بوشون تاع ما انا رحت في الطريق شوف كاين بعض الاخوه كانوا مساكن عيو نسيناهم راحوا خلوهم مساكن الطريق تفكين ما تولوش ليهم هذا واحد يقول لك انا شوف هذا بلال هذا اللي من العباس انا هو جثه الله يبارك صحيح وكبير ولكن ما قدرش يمشي وصراوا له مشاكل في كرعيه المهم خلفناه
خلفناه شوف 9 ايام وهو في واحد مطمور مطمور اللي ساعة واحد الشيخ من القرى هذوك طرقوا 9 ايام حتى لحقنا الرئيس ولينا باش ولا خرج مشى معنا هو محاصر مسكين ويجي العسكر وجاو هنا والناس هذوك شوف هذوك الناس اللي عقبنا عليهم هزونا الشيء يقضوا الشيء عندهم والله العظيم انا ها شفتهم والله قلت ما كان الاستقلال تاع الجزائر ما حصلنا عليها شفت ناس عشاك اخويا نور الدين راكبين شوف مع البقره مع البغل بدا اي بينك تاع الديس هذاك الجر والطموح والديس والبغله والبغله والبقره من هي تبن كي قلت لهم ليه يا ربي معاهم في دار بينا لازم عندك شوف طيبونا الكحيله انت تعرف بينا هو الحليب هذاك الحامض تخلي على الفرماس و والطماطم تاعك مخلعينها تاع بكري هذوك تاع بكري هذوك هما عايشين بها شوف خميره يديروا العجينه هذيك اللي طيبوا يخلوها طول باش تولي خميره ويديروا لها هاد الناس هذو مساكن ما طلعش عليهم استقلال هذا مربي ان شاء الله يجزيهم خير ان شاء الله شوف الشيء اللي دار اليوم اللي دار من هنا عندهم والله ما لقيناه في الدار هزونا في سبيل الله عندنا وعلى بالهم بلي تاع الحبس وعلى بالهم بلي مظلومين وغيروا لهم في المساكن المهم لحقنا الشتاعل عم الشتاعل لحقنا مروانة لحقنا مروانة دخلنا في مغار تاع مينا تاع فرنسا خمس ايام حنا فيها ما تشوفوش الضوء غير الخفافيش يشوف سوري وحنا دم يجينا واحد داخل من المجاهدين تاع المنطقة جالينا يا جماعة سبوا خرجوا خرجوا هم عرفوا بلي المغارة رانا فيها طاي نسيح خرجة الربعة تاع الصباح طلج يمشي المروان شوف ما فيه لا سجر تاع الكروش تاع البلوط يعني صغير موش عالي بزاف قعدنا فيه 6 ايام وحنا لا سافين وكل يوم كنتو تسافين اخي اسامة فقط نذكر كل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا من أنه راهو الحوار تاعنا على المباشر اليوم رانا الأحد 11 مارس 2012 الساعة الآن راها 8:37 بالتوقيت نتاع الجزائر وراه معنا الأخ التونسي اللي هو من سطيف واللي كان واحد من الضحايا نتاع هذه المأساة الوطنية والآن راه يقدم في الشهادة نتاعو فيما بعد إن شاء الله نفتح المجال لبعض الإخوة إذا يحبوا يتقدموا ببعض الأسئلة ولا يحبوا يديروا بعض التعليقات القصيرة تفضل أخي تونسي بارك الله فيكم وسامحوني يا جماعة لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة هذه شهادة للتاريخ ممكن نعيشه وممكن ما نعيشوش وباش حقيقة تبان الناس عندهم يعرفوا بلي شكون اللي مظلوم شكون اللي ظالم وربي ما يغبرش الظلم المهم باش ما نطولوش حنا لقينا قصة كبيرة ما نحكيوهاش في الطريق عقبنا حتى لحقنا بوطالب جبال بوطالب جبال بوطالب جيت باريكا ها باريكا لا جيت عين زال جيت بسكرة الطريق تاع بسكرة جيت روسيا هي هو جبال وكل حتى لباريكا بصح حنا في الجهه تاع راس العيون وتاع ديكبا ولاد حناش يعني مروانه مروانه هذه اللي فاتها المهم لحقنا دائما على الاقدام شوف بدينا نتبر هو مدون قديم بزاف حنا ناكلوه بعجل تاعو هكذا باه ما نطيشو ما نعرفو حتى نوجعو الشر لحقنا للديكبا لقينا مجموعه قالنا لو خسرات نروحو نستراحو تاكلو تشبعو هيا زيد مشي حتى لحقنا الجبال تاع بوطالب الجبال تاع بوطالب فيه واحد البيدات سميو شارد البيدات تاع شاد ابن جديد كان كيروح النزهه يروح البيدات هذا في بوطالب عند الغزال مربي الغزال فيهم شوف حتى ما واحد عرفش يديروا هذه توما شيخ الاخ نور الدين شوف لقينا الغزال هذاك المميتين بالشر حكم ليه ذبح ليه تاع الشاد ليه تاع الشاد ليه هو من موت من حياته قال لك همي يبكي وهمي يضحك المهم غزال هذاك ذبحناه وكليناه هو كل معز المكلة الطعام تاعو كل معز دايرو ثم يربي فيه هو مربي ثم هي مربي نزهة ثم لقيتو انتم هذو الفيلات نتاع واش كنتو فيهم ولا مريتو فقط عليهم؟ عقبنا عليهم واش كنتو فيهم تكون فيهم يعني شي عصا عندك اوكي طيارات ثم مريتو عليهم برك عقبنا عليهم وفحنا وكلينا وشي ديك تربي شوف الدول ديال الدول اللي حقنا المطالب وقع رصاص راح فرقوا الخوالي كانوا كنا في حوالي 68 واحد فرقوا كان بابا شوف جوع وشهر خرجت انا وعبد الوهاب الزديوي انا صاحبي زاد صديقي مليح ليك شوف خويا
20 سنة المحن حتى ربي ديال ربي قبل الله 5 سنين كنت مجمع وقعد هنا ما تمشي حتى البصا حتى راح للدليل هذاك اللي يدلنا على الطريق هذاك راح هبلنا ما كاينش قعدنا هاد اللي تايهين كنت مجمع وقعد هنا حتى نشوف واش منطقة واش ما تخلوش الناس يشوفوكم عادش يبيعوا بينا يجيو كذا ما عندنا والو ياكل هذا الشيء تلقى واحد الحشيشة وانا صخيبة حمايضة صخيبة واحد الحشيشة هنا تنبت حامضة قلت انا هذه المليحة ناكلها قلت له كان عند المليحة نديها لخويا وكل منها غايبا نقول له راح تاكل من الحشيشة كي كليتها تاخذ ثلاث سنين قلت لها القصبة الهوائية خاص يمت لا قد جبت شو الباراليزي في القصبة الهوائية جينا بيا انا عبد الوهاب جرا جينا واحد الراعي اي ولينا بينا روحنا بينا روحنا هكذا الراعي هذاك روحنا يجيني قال له صاحبي وسرا وما قدرش نخرجت برا جبد المطلوع من القلمونه تاعو عطاني المطلوع عطاني شويه غازوز عنده غازوز باش نحس باش نحس الحشيش هذه خاصه يمت وهو ذاك يعرف الخو الرامي انا ريحه هذا ما تخافوش حتى وكان قلت له خو عاقبين يبداو لا هذيك الهضره ما درناش منها قلنا هذا نروح نديه بيه هربنا منطقة واحدة أخرى في الجبل عندك واحد لحد تجديد شحال قعدتوا في الجبل شحال؟ أه؟ شحال قعدتوا؟ كي انسحبنا من 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 السجن ما من السجن شحال قعدت أنت في المدة كامل شحال قعدت في في الجبل؟ بعد أنا تبط منطقة تاع الحاج تحت 95 في الجبل تاع بوطال 95 96 هكذا سما تقدر تقول عامين ولا أكثر؟ إيه بعد السيد خلاص لازم تقعد تما وين راح تروح؟ هم حاصلين ما تقدرش تولي وين تولي وفي المرحله هذه كنتوا بلا سلاح هو شوف في البدايه في البدايه كنا بلا سلاح حنا كانوا مهاجرين كان هاد الحبسيه مهاجرين ما نخافوش تاع الجبل يقول فينا كل دايرين اكواط هكذا تاع النيلو نديروا النيلو هكذا ونديروا طارق والبيت نديروا فيهم وخلاص هما اللي يجيبوا لنا الماكله هما اللي يجيبوا لنا الماء هما اللي شكون اللي يجيبوا لكم؟ تاع الجبل اللي كانوا ذب موالين المنطقة تاع اللي كانوا مدونين خلاص اوكي تسمى هما اللي كانوا قايمين بكم هما اللي كانوا قايمين بنا حتى واحد النهار جا هذا الشيخ مرافق هذا من روس عيون قلت له شيخ تعرفوا انا كان يدير دروس من قبل تعرفوا تصنيف يعني نعرفوا من قبل قلت له شيخ انا ما نقدرش نقعد نقدر انا مسنا بالشر وبان نستناو حتى الجماعة تاع المعسكر بغينا يجيبوا لنا الكامينة ناكلوا روز ولا هذاك ما نقدروش اعطينا حاجه باش نروح نجيبوا الماكله تاعنا ولينا نخرجوا للطريق نقاطعوا وما نقاطعوش الشعب فهمت فيهم او الشعب ويجهد اللي ساكنين معاهم والله شافونا ويجهد والله ما نحيو لهم يظهر ما نديهم لاحقوا الثمانيه تاع الكالوريات فيهم الزيت فيهم السكر فيهم القهوه فيهم الدقيق فيهم كذا لاحقوا هذاكم اللي كانت الماكله تاعنا مذهب باش نتيحوا لواحد شعبي يشهد الله سبحانه وتعالى وربي وانا في 2012 واني حي والله ما تعدينا لواحد وما تدينا له فرنك وما تعدينا على واحد هذه بعذوري انا ما بديش ما شفتوش الله المهم من 95 96 انتقلت هناك سعدك الى منطقه تاع جبال بابور.